شهدت المبادرات الوطنيه التي اطلقتها وزاره الصناعه والتجاره والمعنيه باعفاء رسوم الحملات الترويجيه وتمديد فترات التخفيضات التجاريه للقطاع التجاري شهدت تفاعلا كبيرا من اصحاب المحال والمجمعات التجاريه في جميع محافظات مملكه البحرين هذه المبادره استمرت على مدى شهرين نوفمبر وديسمبر الماضيين بمشاركه اكثر من 1100 منشاه وساهمت في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة. مبادرة مهمة ونوعية أكدت الحرص المتواصل من قبل وزارة الصناعة والتجارة على تشجيع القطاع التجاري وتعزيز حركة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين في المحال والمجمعات التجارية حيث جاءت المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية لتؤكد قوة ومتانة الشراكة بين جميع الأطراف. هذه المبادرة الوطنية أتت لتدعم الحركة التجارية والسياحية من خلال عملها المبني على استراتيجيات ورؤية اقتصادية واضحة تتطلع إلى تعزيز الواقع الاقتصادي من خلال الاستفاده من المقومات الجاذبه لمملكه البحرين من اجل مستقبل افضل للقطاع التجاري والاقتصادي وزاره الصناعه والتجاره استطاعت من خلال مبادراتها الوطنيه ان تفتح المجال للشركات الكبيره للتوسع وزياده انشطتها ورقعه عملها بما يدعم توجهات المملكه الاستثماريه في ظل تميز حكومه مملكه البحرين في دعم الاستثمارات وتسهيلها لتصب في تحقيق مصلحه ثنائيه لكل من التجار والمستهلكين جهود حكوميه وفرت المناخ الملائم للقطاع الخاص وتبنت بشكل حقيقي مفهوم الاقتصاد الحر ما عزز من مكانه المملكه التجاريه عالميا